طول ما انت يا ربي فلسطينا، خاف انت حمينا، وصف ابليس عالي علينا، وجودك يفضل في امان. طمني وقول لي انت خلاصي، في صخر العالي مناصي، والكلمة هي أساسي، وعودك للنصرة ضمان. علي وقادر ليك السلطان، شعرك للخير وفلوان عيبان، وقف صف ولادك قامت كله حكمة وإتقان. علي وقادر ليك السلطان، شعرك للخير. يا هلا يا هلا بخصم، هلا عزيز، تحياتي لك. كله حكمة واتقان. أنا بيك خالد، تحياتي حلوة، حتى فليلي تبعت غنوة، حبا أسكن فرحة. أنا بيك عزيزي، أنا كويس، شلونك أنت؟ يا ما أفلت ببان، كنت فاكرها بتدي أمان، لما بتفتح يومها وتقفل تفضل صالح مهما كان. قادر ليك السلطان، ولك للخير هيبان، انك واخد صف ولادك شباب. تكبيس الشير اخوان، تكبيس الشير. سلطان ولك للخير، خلي اسوي الشير، انا همينه نسوي الشير. واخد صف ولادك حكمة تتتر، لينك برضاك تذكرنا، خلاصك من فضلك زرنا، خد وارحمنا، امحي أثمنا، قدسنا ولانا إيمان، أرجوك علم ذاتك لينا، وسطينا وتعال من فضلك تحيينا، وصفاتك فحياتنا تبان. شباب تكبيس وشير اخوان، تكبيس وشير. السلطان قاية حياتي، وسهلا بك العزيز. شباب التكبيس جدا بطيء، ليش؟ لماذا لماذا؟ طيب اهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الجميلة والرائعة، تحياتي لكم جميعا. أخ نينو أنا وسهلا بك العزيزي. طبعا إخوان عندنا حساب جديد، أو هو قديم بس يعني راح أرجع أستخدمه، اسمه كنيسة المسيح الحي. رجاء الجميع يتابع هذاك الحساب. طبعا لو عندي حاليا تليفون ثاني صدقوني لازم أجيب تليفون ثاني. أستاذ علاء منو عزيزي؟ أستاذ علاء منو هو؟ أستاذ علاء عزيزي انت صار لك 14 بألمانيا، بحق لك قدم جنسية كارفة. كارثة مو طبيعية، كارثة مو طبيعية. يقول لك لي حق قدم جنسية، معود. لا عزيزي ما لك حق، لا. بس ومنو قال لك أنا مستشار قانوني حاليا؟ يا منو قال لك عزيزي انه مستشار قانوني حاليا؟ اخوان حساب اسمه كنيسة المسيح الحي، خلي اكتب لحظة. هاي شنو طلع.
قيصر الجنسية الملكية. تابعوا كنيسة المسيح الحي. الحي تفضل. والهلاهل، ها دكتور محمد تعال 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 تعال، اقبل 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 يا رب يقبل، اقبل الدعوة. اهلا اهلا حبيبي حبيبي. اخيرا اخيرا قبلت الدعوة حبيبي يا قيس. لا يا حبيبي، عادي عادي يا حبيبي، انا دايما بقبل دعوتك، بس انت اللي بتيجي بس وما بترضاش تصعد. صحيح. ليه يا حبيبي ليه؟ انت تعرف ليه يا قيس؟ انت تعرف ليش؟ انا عارف يا حبيبي، انا عارف. اخر مره فعلا حد تجاوز عليك وانا ظلمتك، وانا بعتذر لك. طيب جاهز حاليا للمناظره دكتور محمد؟ والله انا مرهق يا، حتى بص في عينيا يا قيس، مرهق والله العظيم مرهق، ومن الصبح يا ابني فاتح. بس حتى اسال لو انت لسه انا قافل معاه دلوقتي، وعمال اشكيله والله، عمال اشكيله من راسي ومن مرهق خالص. طيب خلاص عزيز، غير مره احيي. انا بس عايز اوصل لك بس رساله، عايز اوصل لك رساله. تفضل. انا بحبك وبحترمك، واكون في غايه الشرف لما تبقى معي على طول. طيب خلاص واضح. اهلا بك، هلا عزيز، مع السلامه. مع السلامه. للأسف ناس لها وجوه كثيرة، ناس لها وجوه كثيرة للأسف للأسف للأسف. أشكرك يا يسوع المسيح أنه خلصتنا من الوجوه الكثيرة. أشكرك يا يسوع أنك خلصتنا من الوجوه الكثيرة، خلتنا يكون عندنا وجه واحد فقط. هذا شبينه، هذا شبيك عزيزي انت، هذا منو هذا؟ كل ناس تعبانه خطيه مساكين. اي اختي كنت قاعد تسوين كيك، خلاص الف عافيه. طيب انت شلون تسوين كيك و... يعني انت قلتينا قاعد تسوين كيك، طيب واحنا؟ طيب انت تسوين كيك واحنا؟ اخت روح تحياتي وسهلا بك يا اختي. اخرامي انا وسهلا بك يا عزيزي. يعني انت سويتي كيك. اخت ياسمينة تحياتي وسهلا بك يا اختي. هلا هلا. لا لا انساها انساها انساها، خلاص انساها يا رجل انساها. ما يعني هذول بس يعني خلي اقول لك، الاطفال الصغار بالعمر يقولوا، الكبار ما يقولوا. اخسر جون تحياتي وسهلا بك يا عزيزي. اي بالضبط بالضبط، هذا المبدا بالعافيه، بس قطعه صغيره. ظهر الاخت طلعت من اللايف، ما اعرف انا. طبعا اخوان اكو حسابنا، حساب جديد اسمه كنيسة المسيح الحي، رجاء تابعوا الحساب، لانه انا اريد اطلع لايف من عنده. انا كنت اصلا هسه اريد اطلع لايف، بس قلت بعدين لا، انه يعني هذا حساب نظيف عراقي، عراقي نظيف 100%، تشبه أليشة على الاقرع يا استاذ. شكرا شكرا جزيلا عزيزي، شكرا. ليش انت عندك انت عندك مشكله مع الناس القرع يعني؟ ما افتهمت. شكرا عزيزي. حساب يونان صح، حساب يونان. ايه فانا عزيزي انت، انا طبعا اخ سلوان، انا اتعجب دائما يا اخ سلوان ليش الناس عندهم مشكله انه انا يعني اصلا انا ما انا جدا فرحان متونس بطريقه جدا رهيبه. يا ناس يا عالم، قلناها مليون مره، انا مرتاح نفسيا اني انا انسان اصلع، ما يهمني انا عندي شعر وما عندي شعر. مشكوره مشكوره اخت ياسمينه، مشكوره مشكوره. الناس تعبانه. على العموم، رجاء ان الجميع تابعوا حساب كنيسه المسيح الحي. لازم اجيب تليفون ثاني، لو كان عندي تليفون ثاني كان طلعت جست، كان طلعت جست من الحساب. يلا يلا، ربي قوينا ربي قوينا.
شباب غيرانين منك صح. يا يسوع غيرانين مني، ايه صدقوا غيرانين مني. هذاك الحساب لازم يقوى، لازم يقوى هذاك الحساب. صدقه كان ببالي انه اطلع من عنده لايف، بس قلت لا بعدين يلا يلا. يسوع يقوينا. طيب شباب، انت تكلمت مع ولد اسماعيل اكيد، ورجال هرب. بالمناسبه اخواني، اللي يعرف من عندكم، طبعا اخ سلوان عزيزي، طبعا خل احكي لكم اشياء. كان عندي مناظره مع الشيخ من البحرين، قدم علي شكوى على اليوتيوب. ظليت اتناقش مع اليوتيوب، شالوا الفيديو. رجعت اتناقش مع اليوتيوب لمده 4 أو 5 شهور بعد نقاش مع القسم القانوني لشركة يوتيوب، رجعوا الفيديو بعد خمسة شهور نقاش ويا شركة التيك توك ويا اليوتيوب، القسم القانوني رجعوا الفيديو. حاليا عندنا بعد فيديو وليد اسماعيل، عندنا فيديو وليد اسماعيل. اي احد منكم يفهم بموضوع حقوق النشر والطبع يراسلني على الخاص. اي واحد هذا عد يصنع الخاص. اوكي، بدل تعليقات، شنو هالجماعه شو كتب هذا؟ صفوق الشيخ. من هذا صفوق الشيخ يدخل الاسلام؟ ها صفوق الشيخ، ايه هذا اساس الملحد. بس دير بالك لا بعدين يضحك عليكم ويقول لكم انا كنت اكذب عليكم. تفضل كو على الطالب جست، تفضل. ماشي، غريب الاطوار. تفضل. اهلا اهلا، اهلا وسهلا بك، تحياتي، تفضل اخونا. لا فقط اريد اقول لك، يعني لا تاخذها اهانه لما قلت لك بانك تشبه الايش على الاقرع، يعني انا كمان اقرع صدقني يا استاذ. وانت جاب بالك، انت سؤال، انت منو قال لك انه الايش اقرع؟ يا الكتاب المقدس عزيزي، اللي دعا الصبية باسم الرب فخرج الدابة. لحظة لحظة أخونا، لحظة، وأنت تؤمن بالكتاب المقدس؟ بطبيعة الحال أنا أذكر لك ما ذكر في الكتاب المقدس. لا أنت قلت، لا أسمع يا أسمع عزيزي بما أسمع وجد. أسمع، أنت قلت أن أليشا، هل أليشا أقرع أم لا؟ أليشا حسب ما ذكر في الكتاب المقدس هو أقرع، وأنت تصدق ما هو مكتوب في الكتاب المقدس؟ لا جاوبني عن سبب. أنت تصدق بما هو مكتوب في الكتاب المقدس؟ أنا أقول لك ما ذكر. ذكر أيضا أن يسوع المسيح هو الله، شنو رأيك؟ ذكر أن يسوع المسيح هو الله عزيزي، أوكي؟ يسوع المسيح والله ذكر هذا الشيء. تفضلوا اخوان، اي واحد عنده رغبه في الحوار في العقيده الاسلاميه والمسيحيه. طبعا الشيخ زين الله، زين خير الله، طبعا هرب وراها، بعث له رسائل قبل شويه للاخلاود. ايه انا كنت مشغول وما اعرف شنو، كنت مشغول وصار عندي حادثه، ما اعرف الشيخ صديقي صار عنده مشكله ما اعرف شنو. اخوان التصويت في أسفل الشاشة، رجاء التصويت في أسفل الشاشة، مشكورين. يراد لنا شنو؟ يراد لنا دعم على سلام الله عليك. سلام الله عليك. أهلا بك أخونا، أنت أخونا مسلم؟ الحمد لله، أكبر نعمة أني مسلم. عزيزي أنت شلون تسلم على واحد كافر؟ أنت مش كافر، ليش كافر؟ أنا مش كافر؟ لا مش كافر، بس أنا أؤمن أن المسيح هو الله، والقرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله. القرآن بيقول مين اللي بيتكلم؟ مو الله؟ القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله. فاهم عليك، الله بيقول عنك كافر، بس أنا ما مو اختصاصي أقول عنك كافر. أوكي، لعد أنا بالنسبة لك شنو عزيزي؟ أنت أخي بالإنسانية وأخي بالدين
وأخي بكل شيء. أنا أخوك بالدين. أيوة. شلون صرت أخوك بالدين عزيزي أنا؟ طالما بتحب السلام وبتؤمن بالسلام وبتحب وبتؤمن إنه نعيش مع بعض أنا وأنت بدون ما نحارب بعض. غلط عزيزي، غلط أخونا. الكتاب المقدس الرسول يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب ممكن ما نتطرق لهالمواضيع لأنك أنت هذا بدك تجيب لي عن قيل وقال، وهي هذا كلام لم يقله الرسول. ليش؟ أنت شيعي؟ لا حاشا. أنت سني؟ نعم طال عمرك. هذا كلام من السنة عزيزي. هذا كلام من السنة اللي انكتبت بعد 200 سنة من وفاة الرسول. أوكي، لعد سؤال، من أين تأخذ أنت السنة؟ طيب ممكن ما نتطرق لهالموضوع، أنا عندي سؤال بالمسيحية. من وين تأخذ السنة أخونا المحترم؟ من الكتب، كتب السنية. أها، والكتب السنية متى كتبت عزيزي؟ بعد وفاة الرسول. عزيزي أنت شفت أنت حاليا، تفضل تفضل اعترف، قول أنا اسمي أبو علي وأنا ناقضت نفسي بنفسي. تفضل. أنا اسمي أبو علي وأنا ناقضت نفسي بنفسي. طيب هيك طيب، فأنت حاليا بما أنك ناقضت نفسك بنفسك، ليش أنت بعدك مسلم؟ يا أخي هدول اللي بيحكوا إنه لا تبدأوا النصارى واليهود بالسلام، هذا كلام فاضي لأنه هم تلتين، خليني كمل، تلتين القرآن، كلام الرسول كلام فاضي، تلتين القرآن لسيدنا موسى، كلام الرسول كلام فاضي. لا الرسول لم يقل ذلك. عندنا حديث صحيح قال الرسول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لا الرسول لم يقل ذلك. أوكي عزيزي، تحب أشوفك الحديث بعينك؟ لا، ما حتى لو شفتي، أنا عم بقول لك الرسول، رسول الإنسانية لم يقل ذلك. اسمعني عزيزي، اسمعني، أولا رسولك ليس رسول الإنسانية، وقرآنك ليس قرآن الإنسانية. رسولك يقول: لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب عظيم، أنت الرسول يقول ذلك والقرآن يقول غير ذلك، كيف بتصير هاي الأمور؟ بما أنك سني من أهل السنة والجماعة حللنا الموضوع. طبعا أنا عم أقول لك الرسول، إذا أنت عم تقول إن الرسول بيقول هيك والقرآن بيقول عكس ذلك، أي أنا لازم صدق؟ أنت سني. أنت ليش؟ أنا عم بسألك أخي، أنت ليش اختاريت تكون سني؟ أخي الكريم، أخي الكريم خليك معي، أنا أنت عم أقول لك ليش اختاريت تكون سني؟ مش ما في أي اختيار، أنت ماشي على سنة الرسول، ما في اختيار. أها، وسنة الرسول تجدها في الأحاديث في البخاري. لا 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 لعد، وين تجدها؟ وين لعد؟ وين؟ في السنة، في شيء اسمه سنة فعلية، يعني كيف صلى الرسول. أخونا أنت شنو، أنت قاري دين، قاري شيء، قاري موضوع، فاهم أنت، فاهم الحياة أخونا، فاهم الحياة أنت. الناس ما تعبانين جدا شباب، الجميع يكبس وشير أخوان، الجميع يكبس وشير إن أمكن، لأنك عزيزي عايش في عالم آخر. أي إنسان مسلم عايش في عالم آخر يجب أن يذهب، يقل لي السنة لا أجدها في البخاري ومسلم. لا تجدها وين عزيزي انت؟ وين؟ في الكافي للشيخ الكليني ام في بحار الانوار؟ اخونا عزيزي انت، هو شباب، شباب التعليقات، شباب اخوان، رجاء التعليقات، تعليقات شباب، تكبيس الشير. لا انا كتمته، خلاص كتمتوني لمده دقيقه، خلاص. اخ عمار عزيزي انت، مريد أشياء جرة أخونا أنت، مريد مريد عزيزي أنت، مريد مريد. طبعا إخوان، تفضل تفضل أخ مسلم، تفضل مناظرة، هز تفضل تفضل عزيزي، تعال اطلب جست، خلي شوف، تعال اطلب جست، تعال مناظرة، جاهزين عزيزي أنت؟ جاهزين مناظرة الآن، الآن مناظرة، تفضل. وينك؟ اطلب جست، اطلب جست، اطلب جست، اطلب جست، اطلب جست، تفضل.
اي تفضل الان جاهز، تفضل اطلب قيس عزيز، اطلب اطلب. طبعا اخوان بالمناسبه، بالمناسبه ما اعرف انا اذا لفت نظركم، انا لفت نظري شيء على التيك توك، كميه الفيديوهات اللي انه تحقر من الرجل وتعلي من المراه مو طبيعي، ومن ناس عرب، من ناس عرب. تشوفك المرأة بالفيديو تستهزئ بالرجال، شيء مو طبيعي، صدقوني شيء مو طبيعي. ما مو بس هم، حتى هذولك المشاهير، ما اعرف حس ما اعرف منو، هذول الناس اللي فايتين بالحيط، شوفك شلون هيك تصرفات ضد الرجولة، ضد الهيبة، ضد الاحترام، ضد الرزانة، ضد هذا. يخلي الله يهديك وتصير مسلم. ليش عزيزي؟ ليش؟ أنا لا أريد أن أؤمن بإله يحلل للرجل أن يحلل الرجل أن يطأ المرأة المزبية متزوجة عزيزي، ما أريد، ما أريد عزيزي، شكرا جزيلا، ما أريد. شباب التكبيس أقوى والشير أقوى، وإذا أكو طريقة صعد بي اللايف خبروني، والهلاهل والفرح. شكرا يسوع اللايف مرتب. تفضلوا أعزائي، منو يريد يحاور؟ اي احد يريد مناظره يتفضل الان مناظره. والحساب هذا الحساب الجديد اسمه كنيسه المسيح الحي، تابعوا رجاء جميعكم حساب اسمه كنيسه المسيح الحي. ها 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 ها. طيب شوف شلون راح تندم، شوف شلون راح تندم يا اخ سواء على هاي الحركه. خلي اكتب لحظة خلي اكتب. اخ سلوان انطاني قلب ببثي، طالي قلب عمود ما انسى، قلب في بثي. عمود ما انسى، عمود شنو عمود ما انسى. اخ سلوان عزيزي، كل هاي الحركات اللي تسويها انت عزيزي راح تندم علي، ماكو مشكلة، بس تفتح لايف شير لي. ممنوع الدعم عزيزي، انت ممنوع الدعم، ممنوع ممنوع. منو طالب قست؟ تفضل. هذا شنو هذا؟ اسم انجليزي، اسم انجليزي. تفضل. مرحبا اخوي، معك حازم. انا وصلنا بك ثاني يا عزيزي. النجم الساطع، تحياتي، انا وصلنا بك العزيزي. ربنا يباركك اول شيء على خدمتك. شكرا عزيزي. انت انسان مسلم مسيحي؟ انا عابر. عابر، انا وصلنا بك لاخونا. نعم. فحاب اعرف شو الموضوع اللي موضوع اليوم. احنا عزيزي فاتحين جستات لاي انسان مسلم يريد الحوار. انه هو يعني سؤال لي وسؤال له، حتى نريد نوضح للبشرية أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة باطلة ضد المسيح وتأخذ الناس إلى بحيرة النار والكبريت. نعم، هذا الموضوع عزيزي. بما أني عابر، ممكن أني أني أدخل في بالنقاش. قصدك أنت تريد تناقش الناس؟ إذا ما في عندك مانع. أنا أفضل صراحة أنا ناقش الناس، يعني حاورني على الخاص، أنا ما عندي مشكلة. بس أول شيء أريد أتعرف على الناس، يعني تعرف على الناس حتى، يعني أنا ما عندي مشكلة، بس أول شيء أتعرف عليك وبعدين نتفاهم عزيزي. كل الاحترام لك أخوي. أوكي، يعني أنا ما عندي مشكلة، بس للأسف مرات يدخلون ناس مسيحيين بس يقولون أشياء عزيزي أنت جارحة مؤلمة للشخص المسلم. وإحنا هدف اللايف مو نجرحهم، هدف اللايف إنه نشفيهم بجلدة يسوع. أمين باسم الرب يسوع. أنا أخويا عشان تكون عندك فكرة مين أنا. طبعا أنا أول إشي من فلسطين، مرقوفة، مؤمن بالرب من شيء 14-15 سنة. من خلفية إسلامية يعني. درست لاهوت لمدة سنتين.
و يعني هيك إذا عندك أي سؤال كمان لإلي ممكن أجاوبك عليه. لا عزيزي أنا ما عندي سؤال، مشكور فإنه وإنه حاورني على الخاص حتى أتعرف عليك أكثر وأكثر. راح أضيفك هسه حاليا، ضفتك وحتى أتعرف عليك أكثر وأكثر عزيزي. أي إنسان مسلم يحب الحوار يتفضل. أهلا وسهلا بالجميع. سؤال لي وسؤال لكم، سؤال لي وسؤال لكم، وتحياتي طبعا قبل شوية مثل ما قلنا أخ مايك، تحياتي أهلا وسهلا بك. طبعا قبل شوية قلنا إنه شلون إنه الـ 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 الشيخ هرب من الخلاوند، على العموم ناس تعبانة جدا 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 تعبانة الناس. دايس على عسلك يا عالم، أنا بيسوعي شبعان. تعرف أخوي إنه هاي الترنيمة من الترانيم المفضلة لإلي؟ يا عزيزة ترنيمة جدا جميلة. اختبار شخص كتير قوي بالنسبة لهاي الترنيمة لإلي بشكل خاص. يا عزيزي تحب إذا عندك اختبار قصير شاركنا، ماكو مشكلة. ما في عندي مشكلة. هلا هلا بالنسبة لهي الترنيمة، عشان حكيت لك إنه عندي اختبار شخصي مع هاي الترنيمة. طبعا أنا عيلتي ميسورة الحال، وضعها الاقتصادي منيح. لما جيت للمسيح تعرضت لاضطهادات كتير كبيرة، حتى تعرضت للقتل أكثر من مرة، بالعشرات المرات يعني. فحاولوا يغروني بالمصاري كتير على أساس إني أرجع بما كنت عليه، إني أترك المسيح. طبعاً في آية في الكتاب المقدس تحكي لك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فما بدنا نبيع المسيح بالفضة أو إحنا مسيحنا أعظم من كل كنوز العالم. صحيح صح صح صح, صح اختبار جدا رهيب عزيزي. صح، يسوع المسيح إنه هو يفوق، مثل ما تقول الترنيمة، فوقت كل وصف، فقت كل كلمات. صحيح صح، هاي كلام جدا 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 رهيب، جدا رهيب عزيزي. هللويا، جدا رهيب، جدا رهيب. أهلا بك عزيزي، تحياتي لك. طيب يا رب. طبعا خلي أكتب هنا، أنا شوف نكتب لنا شيء ثاني. حوار، لحظة، سؤال لي. أكيد أكيد يسوع المسيح رهيب جدا، قدوس بار حي، هو الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملوكا وكهنة. هذا المفكر، تعال يا مفكر، تعال يا مسيحي، تعال يا مسيحي. مساء الخير أستاذ، شلونك يا مسيحي، أخبارك؟ أهلين وسهلين، الحمد لله. أنا كنت مسيحي ولكن الآن تتفضل مناظرة بيني وبينك الآن. استاذي ما بدك كان يتكلم؟ انا سؤالي واضح، بدك كان يتكلم؟ انا بدي اياني تجاوب على سؤالي، جاهز للمناظره. طيب ممكن تسالني 5 اسئله وبسالك سؤال واحد؟ جاهز للمناظره صوت يا قسيس، تسالني 5 اسئله وبسالك. هذا شنو يفتح لايفات، يفتح لايفات يقول هو مسيحي، يقول باللايفات هو مسيحي، يفتح لايفات يقول هو شنو هو مسيحي، وشنو يجي يضحك على الناس. العب بيك طوبة، تعرف شنو العب بيك طوبة؟ روح اسأل واحد عراقي قل له شنو يعني العب بيك طوبة يا مفكر. روح اسأل واحد عراقي قل له شنو يعني العب بيك طوبة. يا هلا يا هلا اخت معب، هلا هلا اختي، هلا هلا هلا. ما جاي يضحك على الناس. فاتكي فاتكي المفكر، فاتك المفكر المشكك، فاتكي ف
فاتك المشكك. فاتك المشكك. إيه صدقيني فاتك. يلا لو لحقتي علمني يعني. آخ فقت كل وصفين. أخ سلوان عزيزي أنت وينك؟ وين الأخ سلوان؟ وينك يا أخ سلوان؟ أين أنت؟ رجع طلب مرة ثانية ومنام. عزيزي لما تكون جاهز للمناظرة اطلب جيست. لما تكون جاهز للمناظرة اطلب جيست. طبعا راح أطلعك مرة ثانية حتى نشوف. القصص الخيفان ناقش يا جماعة، قصيص الخيفان. خطي واحد مسكين هذا يقل لك خايف. موال عراقي تحياتي وسلم بك العزيزي. يقل لك خايف، شايفين واحد يتحدى مناظرة خايف يعني. هاي شلون صارت هاي ما أعرف. فقت كل وصف تريريريري كلمات فقت كل وصف. أخت محبة طلبتي أنت قاس بالغلط لو بالقصد. أنت أبرع جمال. طبعا الأخ سلوان عزيزي، أخ سلوان أنت موجود؟ بعثت لك قبل شوية. ها بالقصد. ها ها أي أوكي ماكو مشكلة. إذا بالقصد تعال تفضل يا أخ سلوان عزيزي، بعثت لك دعوة تعال إذا تقدر، إذا ما تقدر ماكو مشكلة. سلام المسيح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. أهلا. أنا هسه دخلت ما عرفت شنو أشارككم فطاعتكم أنت. لا 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 تفضلي. بس لأنه شفته المفكر أو المشكك فحبيت أقول فتشي يعني صراحة لكل اللي دا يسمعونا واللي ما دا يسمعونا، يعني نقطة حلوة واحد ينتبه إلها أنه هو شوف اسمه المشكك. ومن هو المشكك ليش أصلا؟ يعني إحنا نعرف كلياتنا من هو المشكك. أتمنى كل الموجودين معانا اللي يعرف خليه يكتب جوا، خلونا نشوف. إيه؟ أنا راح أكتب. إيه ماكو مشكلة عايز، ماكو مشكلة. خسر خذ راحتك، خذ راحتك. أكيد قاعد فاتح لايف يسوي نفسه مسيح ويضحك على الناس، عيب عليك، عيب عيب عيب. المهم يعني نحن نعرف إنه هو المشكك وهو إبليس طبعاً. أكيد. والشيطان. حج جينيفر تحته. نعم. صح. والدليل على كلامه ذاك اليوم حتى كنت دا أقرأ يعني بسفر تكوين الإصحاح الثالث الآية 2. من هو المشكك؟ يعني كان مكتوب الحية هي المشكك، لأنه حتى قالت للحواء أحقا قال الله ذلك؟ فأحب أقول الإخواني كلتهم أنه يا جماعة انتبهوا، يعني انتبهوا من المشكك والمشككين سواء هذا أو غيره. أي واحد مشكك هو إبليس. وتذكروا دائما هاي الآية بتكوين إصحاح 3 آية 2 لما الحية قالت أحقا قال الله ذلك. فشكرا لأن سمحت لي أطلع. أهلا بيكي أختي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. مشاركة جدا جميلة. طيب تفضلي تفضلي كملي قاعدك جملة تفضلي. راحت اخت محب الظاهر كملت قاعدك بعد شيخ تقولين ولا لا؟ طيب لا شكرا. جميل جميل جميل. طيب مواطن عراقي، شوف شنو هذا مواطن عراقي. تفضل رقمي قول المصادر الحمد ايه والرب طلع كذاب. هذا شو هذا؟ ها هذا نفسه المشكك؟ هذا نفسه المشكك. يا أخي أنا تعرفون أعزائي صار بينه هذا المشكك. هذا المشكك صار بينه انسحق كبرياءه تحت الأقدام. المشكك انسحق كبرياءه تحت الأقدام. ليش؟ لما تتحدى واحد مناظرة، لما تتحدى واحد مناظرة وما يقدر، فهذا احتمال حتى الليل ما يناموا، لأنه ما أعرف إذا لاحظتم يظل يرجع على البث، يظل يرجع، يظل يرجع على البث، يظل يرجع على البث، يظل يرجع. ليش؟ لأنه انسحق كبرياءه تحت الأقدام.
وهذا هو مصير الشيطان وأبناء الشيطان. مصير الشيطان وأبناء الشيطان أن كبرياءهم يسحق تحت الأقدام، فهو صار عنده مشكلة نفسية حاليا، وهذا طبعا نتيجة كل إنسان يخضع لإبليس ويسلك في طريق إبليس. ليش هو إبليس شي يجيب؟ يجيب القيود، يجيب الكآبة، يجيب كل الأشياء. فأنت حاليا سحق كبرياءك تحت الأقدام. استمتع عزيزي وسهلا بك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. مش لا انت ما تكون عندك مشكله بالنت، بيحب البهدله صح؟ آه شنو لكل اخ سلوان، اخ اخ عابر الطوري الشيخ كن 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 بعثت له اللاونت، ايه اعذرني انا ما اعرف شنو صار عندي مشكله، ما اعرف شنو كلام ما صفنته بالكلام. شنو انت شفت اول شيء الحساب حساب مسفيد، اوكي. ثاني شيء قال له مرحبا انا الشيخ زين، اوكي. اول شيء قال له انا الشيخ زين، لو انت ايش قال له؟ قال له روح قول لشيخك ليش ما اجى على المناظره. رجع مباشرة، شوف الكذب مباشرة، قال له ها الشيخ يعتذر منك وإلى آخره. زين يعني مو هو الشيخ، شنو هالكذب هذا؟ شنو هاللعب هذا يا معود؟ ناس 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 مو طبيعية، صدق صدق ناس هاربة، صدق ناس مو طبيعية، ناس هاربة للأسف. ناس جبنا شو يسوي لهم؟ ناس جبنا. ما عندي اتصال بس هسه أرجع. أي ماكو مشكلة، أي ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. أنا أصلا حسيت إنه أنت عندك مشكلة بالنت، تفضل. تفضل. اسألني خمس أسئلة بسألك سؤال، تفضل ما نهاربين. ليش خايفان من دينك؟ ليش خايفان من دينك يا قسيس؟ اسمع اسمع اسمع. هو خمس أسئلة الآن، خمس أسئلة اسألني. هو اللي خاف يتحداك في مناظرة. أنا بسألك سؤال واحد يلا. أكو واحد يخاف يتحداك في مناظرة. هربان يلا. هو اللي خاف يتحداك في مناظرة. يلا اسألني خمس أسئلة يا أخي. خطيه هذا احتمال عنده، هذا عنده مشكلة بعقله، خطيه مسكين عنده مشكلة، عنده مشكلة بالعقل. يقول لك انت خايف، انا اول مرة اشوف واحد خايف يتحدى الاخر في مناظرة. بس لو بس لو اعرف شلون شلون هاي المبادئ تصير، يعني واحد خايف يتحدى الاخر في مناظرة، هاي شلون صارت عزيزي انت؟ شلون شلون؟ طيب اخوان، على ما ننتظر احد يجي، اخ عبدو تحياتي، اخواني المسيحيين اكتبوا واحد خلينا نشوف هذا يمكن يطلع نفسه همنا. تفضل. كيفك اخي؟ شلونك؟ طمن عنك. السلام الله عليكم. اهلا وسهلا بك العزيز. عليك عليك وعليكم اجمعين ايها الاخوان الذين يتبعون. انت انسان مسلم عزيزي؟ وي وي مسلم. بس انت ما يصير تسلم على الكافرين. انا ما اتبع هذه الاحاديث، انا لدي اسئلتك وانت عليك بتطريح اسئلتك علي، صحيح؟ اي ماكو مشكله، انت شيعي. لدي سؤال. لا انا سني. انت سني ولا تؤمن بكلام الرسول؟ سني واؤمن بكلام الرسول. لا تبدأ اليهود، لدي أسئلة. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق. أنا لست من اليهود ولست، أنا إنسان مسلم، ممكن علي أطرح بعض الأسئلة من فضلك. ممكن تحترم رسولك؟ صحيح ممكن. أخي زريان حياتي، أنا وصلنا بك يا أختي. رسولك يقول، هل علي أن أطرح عليك سؤال؟ رسولك سؤال. يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. بمن تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ أنت وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن أنا ممكن لدي سؤالين من فضلك. الأخ الظاهر هم أنا أكون ناس تدخل البث ما تستوعب اللغة العربية. إخواني كل واحد مسيحي يكتب واحد، كل واحد مسيحي يكتب واحد. لوقا متى عشرة، متى عشرة، أريد أتكلم معكم عن آية قالها يسوع المسيح. راح أسألكم وأنتم جاوبوا بالتعليقات، إذا أحد عنده جواب بالتعليقات يكتب بالتعليقات. راح أسألكم سؤال
وإذا أنتم عندكم سؤال جواب اكتبوا الجواب جوا. طيب متى 10 يقول يسوع المسيح الكلام الآتي: الذي يحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحقني، والذي يحب ابنا أو ابن أكثر مني لا يستحقني. سؤالي هو دقيق، ما معنى كلمة لا يستحقني؟ شنو يعني لا يستحقني؟ منو عنده فكرة؟ منو عنده فكرة؟ يا هلا يا هلا بخت لوليتا. لا يستحق الخلاص، لا يستحق الملكوت. طيب المبدأ انه احنا جميعا لا نستحق الخلاص ولا نستحق الملكوت، صح؟ اخت مريم تحياتي. احنا بطبيعة الحال لا نستحق الملكوت ولا نستحق الخلاص، صح؟ صح. إذن هنا ماذا يقصد يسوع المسيح؟ يقصد لا يستحق مديحي، لا يستحق مديحي. يعني أنا قدمت حياتي من أجله وحبيتونه محبة كاملة، لكن هو لم يرد المحبة الكاملة بالمحبة الكاملة، لأن الكتاب المقدس يوضح عندك ثلاث أنواع من البشرية: عندك مسيحي حقيقي، عندك مسيحي مزيف، وعندك مسيحي جسدي. أعيد، الكتاب المقدس يوضح عندك ثلاث أنواع من الناس: مسيحي حقيقي، مسيحي مزيف كذاب، ومسيحي جسدي. جسدي أي هو الطفل في المسيح كما يقول الرسول بولس لأهل كورنثوس: تكلمت معكم ليس كأنه ناس إنه يعني ناضجين في الإيمان، بل كأطفال في المسيح. أصلي ربي ينطينا القوة حتى نتبع يسوع المسيح مهما كان الثمن. بالموضوع أنه إحنا شنو؟ أنه نتبع يسوع المسيح مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. الأخت ياسمين تقول بالأساس وين يمدحنا؟ ما فهمت السؤال، شنو قصدي أختي وين يمدحنا؟ ما فهمت هذا السؤال. على العموم ربي قوينا. كم واحد موجود؟ 30 واحد. احنا 30 واحد بالبث. شباب تكبيس وشير ان امكن. تكبيس وشير، تكونوا مشكورين شكرا جزيلا. فهذا هاي الآية جدا جميلة. هاي الآية جدا جميلة. صلي الرب يدينا القوة حتى نعيش حياة شنو؟ حياة تسبب في مديح الرب. مشكورة اخت مريم، مشكورة اختي. فالرب يقوينا نتبع يسوع المسيح دائما وابدا مهما كان الثمن. وتذكروا الله اخذ ابراهيم من اور الكلدانيين لانه آباؤه كانوا يعبدون اوثان. فالرب يقوينا نتقدس نتكرس، نتقدس نتكرس، نتبع يسوع المسيح مهما كان الثمن. اوكي اخواني، هذا شيء جدا جميل، جدا مهم. طيب حاليا قاعد افكر اسد وافتح من الحساب الجديد، شنو رايكم حتى نحاول انه نخلي هذاك الحساب الجديد ينمو؟ ما اعرف، ينمو شويه شويه. الحساب اللي اسمه كنيسة المسيح الحي، كنيسة المسيح الحي،
شنو رأيكم نحاول نفتح من كنيسة المسيح الحي؟ طول ما انت يا ربي ايه كان عمود شنو عمود نخلي شوية شوية ايه هذاك اسمه كنيسة المسيح الحي هذا اسمه كنيسة يسوع المسيح الحي وهكذا هي الأمور ايه يعني احتاجكم تكونون معاي ليش حتى اريد نكبس احتاجكم تكونون معاي كثرة الحسابات والشيوخ هاربين بطريقة مو طبيعية هاربين هذاك الحساب عراقي بلك تجيب عرب اكثر بس شنو طبعا لازم نكبس افتح لايف اذا تبقون معاي ها مو افتح وتروحون يلا طيب شباب راح افتح من حساب اسمه كنيسة المسيح الحي راح افتح من حساب ماكو مشكلتي ماكو مشكلة راح افتح من حساب اسمه كنيسة المسيح الحي راح اكتب افتح الحساب اسمه كنيسة المسيح الحي اوكي شباب اراكم هناك هلا هلا هلا